بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي معانا تطبيق اللي هو كيس ابلكيشن. ده عباره عن ادنس او مجموعه ادنس بتتسطب في قلب الريفت بتديله قوه. على سبيل المثال مثلا ديليت فيو اند لينكس، بحيث ان انت ممكن تلغي الفيوهات او اللينكات اللي انت حاسس انها مش محتاجها وهم كتير فهتاخد منك وقت فممكن تلغوهم مننا على طول. الفيو تمبليت ده عباره عن تحكم في اني فيو ياخد اني تمبليت بطريقه سهله وبسيطه، دراج اند دروب. هنشوفها مع بعض دلوقتي. عندنا ايمج تو درافت فيو بيحول لك الصور للدرافت. الفيو دوبليكيت بيبقى عندي كميه فيوات كتيره فانا عايز كلهم مثلا اعمل لهم دوبليكيت، فلو عملت سيلكت وقلت له دوبليكيت ما بيرضاش، فهنا الاداه دي بتسهل لك الموضوع. فيو كرييتور بيبدا يعمل لي الفيوهات دوبليكيت بطريقه كويسه. ان شاء الله ممكن نبقى نعمل فيديو لكل واحده فيهم، مفيش مشكله، او نعمل فيديو مطول. اقول له فيو تمبليت، اقول له مثلا الفلور بلان، اقول له مثلا ده تمبليت مثلا، اقول له ليفل 2 دوت انقله التمبليت دوت، دول مش مالهمش تمبليت اسحب وحط دراج اند دروب زي ما انت شايف بطريقه سهله وبسيطه. تمام، تقدر تحط اي فيو انت عايزه في التمبليت بطريقه سهله وبسيطه. تمام، تلاقي الشكل اتغير لان خدت تمبليت مختلف. طيب فيو دوبليكيتور بقول له مثلا انا عايز الفيوهات ديت كلها مثلا يتعمل لها دوبليكيت. تمام، او تعمل لها دوبليكيت ديتيلينج، او عايز اضيف كلمه بعد الفيو، يعني هكتب له كلمه هنا بعد الفيو تتعمل، او تعمل لها از ديبندد. تمام، ويبقى في كلمه قبليها وكلمه بعديها زي ما انا عايز. الطيب مثلا فلور بلان او ده اساس ان انا فلتر، ما يبقاش يبقى الشغل على نوع معين من الحاجات من الفلور مثلا او البانر سكادول. لو انا عندي بانر سكادول او عندي سكادولات اقدر اعمل لها دوبليكيت وابدا اعدل فيها زي ما انا عايز. تمام، دي من الحاجات برضو اللي هتوفر معاك وقت. اكسبورت ستايل لو انت عايز تصدر الستايل عندك، ريبورت عن المشاكل والهوستنج داتا، اكسترنال وول دايركشن لو انت عايز تغير الوول دايركشن. تمام، فتقول مثلا ده ناحيه النورث، ده ناحيه الويست زي ما انت عايز. تمام، ممكن تحدد عن طريق الانجل. ريفيجن كلاود ريبورت، لو في ريفيجن كلاود تقدر تشوف التقرير ايه الحاجات اللي خرجت امتى. في روبورت. تمام، يقدر يجيب لي بقى تقرير عن الشيتات اللي موجوده وكل شيت ايه الفيو اللي موجوده فيها، بس احنا للاسف ما فيش شيتات في المشروع دوت. تمام، من ضمن الحاجات برضو مثلا ان جروب اول، لو انت عامل جروبات كتيره وعايز مره واحده تفكهم بيوفر لك الأداة هنا. شينج ريبورت لاين ستايل، تقدر تعمل شينج اند ريبليس لاين ستايل، يعني مثلا تقول له لاين ستايل دوت انا عايز اغيره بالنوع دوت. تمام، لو انت عندك في نوع من الكرر فعايز تغيره مرة واحدة. شينج ريبليس نيم، تقول له مثلا دور لي على الاسم دوت وغيره لي بكذا. دور مارك رينمبر، يبدأ يعمل رينمبر. اكسبورت فاميليز تو ار اف اي، هيبدأ يعمل اكسبورت لكل الفاميلي. بس الميزه بينه وبين الريفت ان هنا هيصدر لي كل كاتيجوري فولدر لوحده، وده هينظم لي الشغل ودي انا بحبها جدا. تمام، ممكن يكون عندي مشروع فيه فاميلي كتير استخدمتها فاقول له صدر لي كل الفاميلي وكل واحده في الكاتيجوري بتاعها عشان ما توش عليها بعد كده في ان انا الاقي مثلا الفاميلي بتاعت الابويا بقى. روم انسرتنج بوينت، بحدد النقطه بتاعت الغرفه ديت. تمام، 3D ماس فروم روم، هيحول لي الروم ل 3D ماس.
فزي ما انت شايف بعض الادوات الكويسه ممكن بعضها محتاج شرح شويه، نبقى نعملها في فيديو منفصل. بس هي في المجمل من الادوات الظريفه اللي الواحد بيستخدمها كتير في شغله، وخصوصا انا شخصيا بستخدم اكسبورت فاميلي ليست ار اف ايه مع كل مشروع. وان شاء الله هحاول اعمل كل الحاجات دي بالداينامو، فتابع القناه بحيث ان انت ان شاء الله تلاقي دروس تعمل الموضوع دوت.